هاي بنات، معاكم حنان بلال من الكويت. اليوم جايين دبي عشان باتل اوف ارتست، التحدي اللي راح يكون بيني وبين دانا الصيرفي. طبعا اليوم ان شاء الله راح امكيج اسراء الهاجري، من زمان بخاطري امكيجها. راح تشوفون لك خيال عليها وراح افوز عليك يا دانا، دير بالك مني. هاي بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم ميك اب ارتست دانا الصيرفي من الكويت. اليوم انا موجوده في بوتيكات دبي علشان نصور باتل اوف ذا ارتست. معاي الجميله دلال معرفي، راح نسوي لوك، تابعوا علشان تشوفون تفاصيله، وراح نكسر فيه حنان واسراء. يا ويلك يا حنان، يا ويلك. شروط المسابقة: عندكم 30 ثانية لتختاروا الميك اب و30 دقيقة لتعملوا أفضل لوك. خلصتي شادو؟ ماكو شادو. وين شادو؟ بسم الله. الحين انت مراقبتني ليش؟ ها؟ خليك مع دانا. انا عيونها، انا عيونها. واي. غيره غيره. واي واي. انا لفه ظهري، لا تبقين شيء مني. ترى قاعد يبقون وايد اشياء. ادري ادري، خليها خليها. والله طلعت شيء من مخباتها. اخذت البيوتي بلندر مالتي. مو ذاك الزق. دلال، انت يبي لك شيء كذي ثقيل سموكي. انا؟ اي عشان دلال ملامحها ما تبي لها ولا نقطة مكياج. سمعتي حنان؟ ما يصير ولا حمراء هذه اللي انا جايبتها. وين جايبتها؟ من الكويت. تري ماخذ الاضاءه. أنا خلصت جد. طوية أنا طوية طوية. ما حطيتي حمرة؟ مو مبينة. خلصنا باتل اوف ارتست، تجربة وايد حلوة، حبيت فيها كذي فن واكشن. وايد حبيت ميك اب حنان، وما تخيلتها كذي سريعة. أنا لما أشوفها أحس ميك ابها يعني يبي لها وقت، يعني ما شاء الله عليها سريعة، والميك اب يهبل وناعم ويبرز الملامح. وايد استانسنا، وثانك يو بوتيكات وايد على التجربة الحلوة. استمتعت وايد في تجربة باتل اوف ارتست، كانت وايد حلوة. أول ما قالوا لي الفكرة كنت يعني أفكر إنه شلون راح تصير، وشلون يعني كنت حسيت إنه وايد صعبة، بس وايد وايد تجربة كانت حلوة. ثانك يو بوتيكات على إنكم سويتوا لنا حلبة دبي مالت مصارعة، بس هي مو مالت مصارعة، هي مالت ارتست، وكانت وايد حلوة. وثانك يو بوتيكات.